بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الإبراكسيس فصل من قصص أعمال أبائنا الرسل الحواريين المشمولين بنعمة الروح القدس. بركة صلواتهم وطلباتهم تكون مع جميعنا أمين. الإصحاح 18 من سفر أعمال الرسل. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، وجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبريسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خيامين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. ولما انحدر سيلا وتيميساوس من مكدونية، كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. وإذ كانوا يقاومون ويجدفون، نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس، كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع. وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثوسيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. ولما كان غاليون يتولى أخائية، قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية، قائلين أن هذا يستميل للناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاه، قال غاليون لليهود: لو كان ظلما أو خبسا رديا أيها اليهود، لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن إذ كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم من الكرسي. فأخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غاليون شيء من ذلك. أما بولس فلبس أيضا أياما كثيرة، ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا، ومعه بريسكيلا وأكيلا، بعدما حلق رأسه في كنخارية لأنه كان عليه نزر. فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك، وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود. وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب، بل ودعهم قائلا: ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفسس، ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة، ثم انحدر إلى أنطاكيا، وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطيا وفريجية يشدد جميع التلاميذ. ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس اسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب، كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبريسكيلا أخذا إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق.
وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه. فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد من الآن وإلى الأبد، آمين. الإصحاح 18 بتظهر فيه بعض أسماء البلاد وأسماء شخصيات، لكن من الشخصيات الجميلة اللي في هذا الإصحاح شخصية أبولس، وهو اسكندري الجنس ورجل فصيح مقتدر في الكتب زي ما بيقول لنا العدد رقم 24. أبولس كان معلم، ويقول لنا كان خبير في طريق الرب، وكان حارب الروح، وكان ابتدى يعلم. لكن الحقيقة لما أكيلا وبرسكيلا ودول زوجين سمعوه قالوا له كلامك كويس بس كلامك مش كامل، فابتدوا ياخدوه، ويقول لنا كده في عدد 26 وشرح له طريق الرب أكثر تدقيق. المعلم، أي معلم وعلى أي مستوى في خدمة الكنيسة، يجب أن يكون تعليمه بكل دقة، رغم أنه كان راجل فصيح يعني عنده معرفة كبيرة وراجل خبير في طريق الرب. ويقول لنا كتاب كان حارب الروح يعني عنده نوع من الحماس ويتكلم ويعلم بالتدقيق، لكن كان تعليمه ناقصا قليلا. الحكاية ده هي خلت أكيلا وبرسكيلا يشرحوا له طريق الرب ويشرحوا له بطريقة عملية، وبعد كده صار خادما يعتمد عليه، وكان له دور كبير قوي في الكرازة وفي الشرح وفي تقديم تفسير للكتب أن يسوع هو المسيح. التدريب بتاع النهاردة، صلي من أجل كل أسرة زي أسرة أكيلا وبرسكيلا. أكيلا هو الرجل وبرسكيلا هي الزوجة، وكانوا الاثنين بيشتغلوا في صناعة الخيام، لكن الله لم يسمح لهما بالنسل. احنا بنصلي النهاردة من أجل كل أسرة ربنا لم يسمح لها بالنسل. لما ربنا ما بيسمحش بالنسل يبقى له هدف آخر. الهدف الآخر ده اللي عاش فيه أكيلا وبرسكيلا إنهم يخدموا الرب، وكان بيتهم بيت ضيافة استضافوا فيه بولس الرسول، وكان أيضا بيت تعليم. صلواتنا النهاردة أو تدريب النهاردة في الإصحاح رقم 18 إن إحنا بنصلي من أجل كل أسرة، خاصة الأسر التي لم يسمح الله بالنسل، بحيث إن الله يستخدمها، وبدل ما يكون لهم نسل في البنين والبنات يبقى لهم نسل على المستوى الروحي، ويبقى لهم عمل، ويبقى لهم ثمر، وأيضا يبقى لهم فرح. صلي من أجل كل أسرة تشبه أسرة أكيلا وبرسكيلا. ربنا معكم.